اهلا بكم مره تانيه في كايرو دار مع الباب السادس اللي بيتكلم عن الازمنه الجيولوجيه، الاحقاب والعصور وتاريخ الارض. ازاي اتقسمت الارض؟ ده اللي احنا عرفنا اول تقسيم ليه كان دهر اسمه دهر الكريبتوزوي. الدهر الكريبتوزوي ده كان بيتقسم لحقبين اساسيين، حقب الاركيوزوي وحقب البروتيروزوي. منساش ان الدهر ده اطلق عليه دهر الحياة غير المعلومة. ليه؟ لم يستدل فيه على اي اثر لهيكل صلب. كل الموجود فيه بكتيريا اولية، كائنات طحالب جيرية بسيطة، تجمعات ميكروسكوبية. اما الدهر التاني بقى اللي هو دهر الفانيروزوي، ده متقسم لتلات احقاب اساسية: حقب الحياة القديمة، حقب الحياة المتوسطة، حقب الحياة الحديثة. وزي ما قلنا ان حقب الحياة الحديثة بيتقسم للعصر الثالث والعصر الرابع والعصر الجديد اللي احنا بنطلق عليه المليون سنة الاخيرة. وخد بالك ممكن يجي يقول لي اكتب المصطلح العلمي. العصر الذي يطلق عليه المليون سنة الاخيرة اللي هو اسمه العصر الجليدي. نشوف شوية ملاحظات كده في تقسيم حقب الحياة. اي حقب من حقب الحياة واي عصر من العصور، عارفين ان الحقب بيتكون من عصور زي ما قلنا التقسيم بتاعنا: دهر، حقب، عصر، زمن. يبقى الحقب بيتكون من عصور. بالنسبة العصور دي بتنتسب للمحتوى الحفري اللي موجود فيها في هذه الصخور. ده عبارة عن مجموعة من التتابع الطبقي. طب ليه بنسمي الأحقاب والعصور بالمسميات اللي هنقولها دي؟ سبب التسمية راجع لإيه؟ يا إما اسم الولاية اللي تم الاكتشاف فيها، أو المنطقة اللي اتدرست فيها لأول مرة العصور دي، وبنطلق الأسماء دي على المنطقة دي، اسم القطاع اللي هو موجود فيه. باخد قطاع مثالي في الأرض، بلاقي فيه مجموعة من الصخور، بقول إن المنطقة دي مثلا منطقة كذا، يبقى اسم العصر الاسم الفلاني. هنشوف دلوقتي أسماء العصور. يعني مثلا دهر الفانيروزوي. ليه سموه دهر الفانيروزوي وأطلق عليه الاسم ده؟ العلماء وهم بيدرسوا دهر الفانيروزوي لقوا فيه مجموعة من بقايا كائنات. الكائنات دي كائنات عضوية، يبقى معنى كده حصل تطور. الأول كانت كائنات دقيقة جيرية طحالب بسيطة، لكن وجود بقايا عضوية مميزة للكائنات الحيوانية والنباتية اللي كانت عايشة في وسط مائي او على اليابس، ولما ماتت سابت الاثار بتاعتها على الصخور المختلفة، بدأ ده يعكس في النهاية التركيب بتاعها وازاي كانت قادرة تتلائم مع البيئة. هنا قدروا العلماء يستنتجوا حاجات مهمة جدا كانت موجودة في الكائن ده، ومن خلال دراسة الحاجات اللي موجودة في الكائن اللي هي الحاجات العضوية قدر يعرفوا كان بينتمي لأي نوع من البيئات. طيب لما نيجي نقسم، بداية التقسيم عبارة عن حقب الحياة الحديثة اتقسم لعصرين، وده يجي يقول لعلل ليه حقب الحياة الحديثة تم تقسيمه إلى عصرين متماثلين أو عصرين صغيرين. طالما اتقسم لعصرين يبقى معنى كده الكائنات اللي كانت فيها كائنات كتيرة. الكائنات الكتيرة دي قدرت ان هي تتنوع، تتكسر بسرعة، تتطور، بدأت لما تموت تسيب الحفرية بتاعتها على الارض، فبتوضح المدى الزمني اللي كانت عايشة فيه. يبقى نقدر نقسم دهر الفانيروزوي لتلات احقاب اساسية، وسميناه ليه الفانيروزوي؟ لانه فيه بقايا كائنات وحيوان كائنات عضوية. الحاجات العضوية دي عكست في النهاية البيئة اللي كانت عايشة فيها هذه الكائنات. تعالوا بقى نشوف بنسمي العصور والأزمنة الجيولوجية على أساس إيه. يعني مثلا عندي حقب الحياة الحديثة، الحقب الحياة القديمة أول أحقاب عندي: قديمة، متوسطة، حديثة. لو بدأنا بالحديثة هنلاقي أن حقب الحياة الحديثة ده نسبة إلى العصور بتاعته في عندي ست عصور أساسية. أول عصر اسمه عصر الكامبري،
وكامبري لو رجعنا لها اللي هي عبارة عن كلمة كامبريا، وكامبريا دي عبارة عن مقاطعة موجودة في ويلز غرب جنوب غرب انجلترا. المقاطعة دي لقوا فيها مجموعة من الصخور، فلما جم يدرسوها قالوا خلاص نسبة الى كامبريا هنسمي العصر ده اسم ايه؟ عصر كامبري. يعتبر اقدم عصور الحقبة القديمة. يبقى حقبة الحياة القديمة اول عصر او بداية ظهوره كان عبارة عن عصر الكامبري، والكامبري بيمتد حوالي 100 مليون سنة. ايه الرواسب اللي وجدت في عصر الكامبري ده؟ اول حاجة وجد اقدم تتابع عصوبي. يعني ممكن يسألني يقول لي اكتب المصطلح العلمي. عصر وجد بيه اقدم تتابع عصوبي ده اللي هو العصر الكامبري. ايه مميزات العصر الكامبري تاني بالاضافة ليه؟ الرواسب اللي موجودة اللي هي التتابع الرسوبي، لقينا مجموعة من النباتات عبارة عن شعاب من الطحالب الجيرية، يعني طحالب بسيطة جدا. طب الحيوانات؟ لا فقاريات ولا فقاريات بحرية، زي مثلا نوع من الحيوانات اللا فقارية اللي هي ثلاثية الفصوص. يبقى أنا بميز عصر الكامبري بحاجتين مهمين: أقدم تتابع رسوبي، الكائنات اللي فيه ثلاثية الفصوص. يبقى ظهور ثلاثية الفصوص ده فين؟ في العصر الكامبري. طيب لو بصينا للعصر الثاني اللي هو العصر الاردوفيشي، يبقى مين الاحدث؟ الاردوفيشي احدث من الكامبري. يعني لو انا تابعت بالتتابع التسلسل بتاعي هلاقي عصر الكامبري اقدم عصر يليه الاردوفيشي. طب ايه سبب التسمية؟ نسبة الى قبيلة اسمها قبيلة اردوفيش، بعض القبيلة دي لقت الصخور والمكونات بتاعة الحقب ده والعصر دون داخل مقاطعة ويلز اللي موجودة في جنوب غرب بريطانيا. امتد حوالي 65 مليون سنة هذا العصر. طالما هو احدث من الكامبري يبقى الرواسب اللي فيه كانت مواد جيرية جت من الكامبري، لكن الحيوانات هي لا فقاريات بس اكثر انتشارا وتطورا من مين؟ من عصر الكامبري. يبقى انا كده بمشي بالتسلسل، بلاقي الكامبري اقدم واحد، يبقى الاردوفيشي احدث منه. لو تابعت كده هلاقي العصر الثالث اللي هو العصر السيلوري. كل ده احنا بنتكلم عن مين؟ حقب الحياة القديمة. خلي بالك كامبري اردوفيشي الثالث سيلوري. نقول سبب التسمية، بيرجع تسمية السيلوري لقبيلة اسمها قبيلة سيلورز او سيلوري، ودي برضو وجدت الصخور بتاعتها في مقاطعة ويلز اللي موجودة في جنوب غرب بريطانيا. الرواسب اللي موجودة كلها كانت عبارة عن رواسب طين جيرية. رواسب طين جيرية، رواسب الطين الجيرية دي لقينا معاها مجموعة من النباتات، النباتات اللي هي تعتبر أولية. يبقى أول ظهور للنباتات الأولية عديمة البذور على اليابسة كان في العصر السيلوري. لو نفتكر مع بعض كده، لا قلنا في الكامبري ظهور نباتات ولا قلنا في الأردوفيشي، كل اللي موجود عبارة عن طحالب جيرية لأن الحياة كانت حياة بحرية. هنا بدأ يظهر أول ظهور للنباتات الأولية عديمة البذور في العصر السيلوري. العصر السيلوري امتد حوالي 40 مليون سنة، وبدأت تظهر فيه مجموعة من الحيوانات أكثر رقي وتطور. الحيوانات اللي كانت موجودة عبارة عن لا فقاريات متطورة، أسماك عظمية بدائية. يبقى هنا بداية حاجتين: أول نباتات برية عديمة البذور، نباتات أولية، أول أسماك عظمية بدائية بدأت في العصر السيلوري. نخلي بالنا من الجزئيات دي لان هي دي اسئلة امتحانات. اكتب المصطلح العلمي عصر ظهر فيه الاسماك العظمية البدائية، عصر انتشرت فيه او ظهرت فيه النباتات الاولية عديمة البذور. العصر الرابع اللي هو العصر الديفوني، وده نسبة الى ديفون شاير، مقاطعة برضو كانت موجودة وامتدت ناحية مناطق بالقرب من جنوب انجلترا، ودي امتدت حوالي 50 مليون سنة تقريبا. الرواسب اللي موجودة فيها كانت عبارة عن رواسب من
حجر رملي لونه احمر، يبقى انا كده بربط الديفوني بالرواسب الرمليه الحجريه اللي لونها احمر. الحيوانات اللي ظهرت هنا عباره عن كائنات لا فقاريه، بس خلي بالي بدات تتطور، اسماك تطورت، بدات تتنوع الاسماك، بدات تعيش على اليابس. طب هي في اسماك بتعيش على اليابس؟ اكتشفوا وجود اسماك بتعيش على اليابس اللي هي تعتبر الاسماك الرئويه، لان فيها مجموعه من الرئات اكياس هوائيه تشبه الرئه فسموها اكياس واسماك رئويه. العصر اللي بعد كده اللي هو العصر الكربوني، عصر الكربوني ده محتاج نتعرف عليه باكثر استفاضه، فنكتفي بالجزء ده ونكمل الاجزاء الجايه مع العصر الكربوني والعصر البرمي ونهايه حقب الحياه القديمه. اشكركم والى اللقاء.